السلام عليكم. كي دايرين البنات؟ كلشي لاباس عليكم؟ كاع اللي عندي في القناه مرحبا مرحبا، وحتى الناس جداد وحتى الناس اللي مازال ما جاوش مرحبا بهم في الدار. راه هما جبت لكم واحد الطبق ديال بنادم مهم، يعني ما نقليش في الزيت، نقليه يعني في الفران. هو لبان، شفتو؟ نديرو القياس اللي بغيتو. وهذا عندي لا شامبلور هنا، الدقيق والبيض. بالنسبه للتوابل، اول الطايله غنديرو، غندير الثومه، يعني الثومه يابسه الا عندكم حتى سميتو، الا عندكم حتى غدا، حتى البصله حتى هي ديروها بسطة، يعني يابسة. ندير فوق البخار بحال داك التقابيل، مابقاوش مهم. ندير التومة، حتى الدقيق غادي نسمو التومة حتى هو. غندير الابزار، يعني الفلفل الاسود، وندير حتى في هنايا في هذاك الدقيق باش يعني يعطي واحد البنه، باش يعني يغسل. بالنسبه غندير الملح بطبيعه الحال، القياس كافي. هنا غندير الملح، فيكم الثومة تقدروا ديروها. صافي غنخلط هذا الشيء، ما عنديش بصله يعني هذاك يابسة، ما عنديش لا، ما عندكم ديروها ما عندكمش، يعني المهم كتجي بنينة. المهم اللي بغا يدير ماشي داير انا في اختياري، انا داك تعجبني. المهم تعملو اي حاجة، ستيك يعني ستيك للدجاج، انا عندي بدال بس نغسل يدي. دابا ها هو شفتو داك هاكا، ونورمالمون قد ما خليتو شويه طويل ستاك يعني مشي هاكا حتى مش تعمل بزاف، فقطعو لي يعني طرف شويه كبار، نقطعو مويا هاكا بحال بحال دي بوشي ما علينا. المهم غنديرو في البيض، ها هو من بعد غنحطهم حركت بعد هذا طلعت لي كنت مع شويه د الملحه و البزار و الثومه يابسه. عاد في لاشابلور بالنسبة للزيت، راه حتى كانت غندير جاني ندهنو غير هاديك بابي كويسون لي في لاطا ديال الفران، تعاودو دهنو من الفوق ولا يعني تصرفو عليه شوية الزيت. غادي نديرو ليها هكدا، ونسوسو نديرو هنا. كيفاش ما قلت ليش فيها لا شابلور، سينو
ديرنيشن لا شاب هاني نقيت درت سوف سميتو غادي نمشي نفلاش نفلو حيت مقبطليش ندسو في الدقيق مقبطليش نعتذر نغري بيس ونتدي في التليفون على حساب الدواء ديالها باش منساش من تلكم مبقاش درتو في الدقيق حيت خاطر مقبطليش بزاف ديال درتو في الدقيق وهذا مقبطليش راه دابا درتو نيشان فلاش ابلي كيما تا هو تقدرو ديرو فيه هذا صافي ديرو فيه شوية الملح و البزار نبقاو غادي بحال هكا نديرو في البيض ديرو في فلاش ابلي ولكن هكا حسن واحد ما يقلي في الزيت البنات هكا حسن واحد ما يقلي في الزيت المهم قلت لكم تقدروا تزيدوا شويه تاع الطيف ويعني الفلفل الاسود والملح والثوم في هاد لاشابلو كما درت في سميتو ودابا كنحط نيشان في بابي بويسون ديجا دهنا غنولي من الفوق غير ندير شويه الزيت وصافي ندخلو الفران ديجا الفران راه كيسخن على درجة 180 درجة صافي غادي نقدمو مع البطاطا تلقصا نديرها مع البصلة وصافي البطاطا راكم عارفين اللي كتحط فوق الطبلة المغربية والمائدة المغربية شنو مرة ندير اللايف الحفل بحال هكا نخرج شي حاجة نديرها معكم ان شاء الله باقي بغيت نصايب سلو نسيف على غري نحطو بالنسبه لاشابلو غدا بعد ما شنو كندير ما عندي لا كانش عندي كنشد الخبز يعني كنكون يعني شويه بحال عندي يومين ولا 3 ايام هكاك كنقطو كنخشي في الكونجيلاتور حتى نغط ليه وكنحكو وكنستخدم بحال هكا مع الدجاج ولا مع الفنجان المهم بطاطا اللي نبقاو هكا حتى كنكملو كامل لا مع حقاته مع هذا ديك المرة درت داك القرنبيط في الفران تا واحد هكا نفس الشكل
الطريقة، تنكمل كل شيء. من بعد ملي يطيب نوريكم الطبق النهائي ان شاء الله. كيفين نشوف الزيت من الفوق صافي و ندخلو بحال هكا. تقدر ديرو نتوما الشيتا صافي. دابا ندخل الفران.